بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأنزل فيه القصص والأحداث القرآنية التي بيّنها الباري عز وجل في كتابه المجيد المنزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنأخذ ونتعلم منها الدروس والعبر، ولتعالج لنا المشاكل الاجتماعية السائدة في وقتنا هذا، ولتنير دربنا، ولتجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نحييكم أعزائي المشاهدين بأجمل تحية، ونقدم لكم الحلقة الثانية من البرنامج القرآني القصص القرآني. باسمكم أعزائي المشاهدين نرحب بأجمل ترحيب بالضيوف الكرام الشيخ الدكتور هيثم حازم الحيالي. نشكرك يا شيخ على الحضور، إن شاء الله تكون هذه الحلقة حلقة مميزة في هذا البرنامج القرآني النافع إن شاء الله للسادة المشاهدين والمهتمين. والترحيب موصول أعزائي المشاهدين لأخونا الشيخ عبد الله مظفر السراج قارئ القرآن، إن شاء الله نسمع آيات طيبات من أخونا الشيخ عبد الله. دكتور تسمح لنا نسمع أخونا إن شاء الله الشيخ عبد الله ثم ندخل إلى موضوع هذه الحلقة، تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فضائل بسم الله. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك
بأنهارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. بارك الله بك يعني شيخ عبد الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. بارك الله بك، ما شاء الله، بداية طيبة لهذه القصة الطيبة. الكلام لكم يا شيخ، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وآله الطيبين وأصحابه المباركين. وبعد، دكتورنا الكريم، كما تفضلتم، يعني القصة في القرآن الكريم ليست مجرد سرد تأريخي لأجل مثلا المتعة أو قضاء الوقت أو شيء من هذا القبيل. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ولذلك وجدنا عناية كبيرة جدا بالقصة القرآنية من قبل المفسرين، من قبل العلماء، أيضا من قبل المرشدين والمربين. لماذا؟ لأن القصة القرآنية بمثابة منارة للحائرين وبمثابة نور لكل من ضل الطريق في مسألة من مسائل الحياة. حقيقة يعني اخترنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في مسألة إحياء الموتى. سيدنا إبراهيم عليه السلام يمكن أن نسميه رائد الحوار الإقناعي. الله، ولذلك الآيات الكريمات التي قرأها الشيخ القارئ جزاه الله خيرا. يعني الحلقة السابقة تكلمنا دكتور على سيدنا إبراهيم، بس ما شاء الله يعني رادوا تقريبا عشرات الحلقات وما ننتهي من قصة سيدنا إبراهيم. هذا ولو مكمل لبعض الحوارات وبعض ما جاء عن قصة سيدنا إبراهيم. إن نعم. إبراهيم كان أمة. الله، نعم. فالآيات التي قرأها دكتورنا الكريم، لاحظ إلى الحوار الإقناعي لسيدنا إبراهيم عليه السلام حينما حاج ذلك الملك، قال إن الله يحيي ويميت، فقال أنا أحيي وأميت. طبعا ليس المقصود من هذا الإحياء وهذا الإماتة، لكن مع ذلك لم يرد سيدنا إبراهيم أن تكون هناك أدنى حجة لهذا الملك، فترك هذا الدليل وذهب إلى دليل أقوى. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها. فالقرآن الكريم فبهت الذي كفر. ولذلك يعني سيدنا إبراهيم هو حقيقة كما قلت لجنابكم الكريم هو رائد الحوار الإقناعي، ولذلك يعني ذكر في أكثر من مرة في قصة حواره مع قومه. الآيات الكريمات هي في قصة إحياء الموتى مع سيدنا إبراهيم عليه السلام. تبدأ هذه القصة أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قال لله سبحانه وتعالى، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. تبدأ القصة هنا، سيدنا إبراهيم الذي هو خليل الرحمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف تتم عملية إحياء الموتى. جميل. فأول سؤال يتبادر إلى الذهن، أن لماذا سأل هذا السؤال؟ يعني هو أليس مؤمنا بهذا الشيء؟ الجواب في القرآن، فالله سبحانه وتعالى قال له، قال أولم تؤمن؟
قال بلى. إذن القضية ليست قضية الإيمان بالإحياء، هو لم يطلب هل تستطيع يا رب أن تحيي الموتى، حاشا لله وحاشا لسيدنا إبراهيم، إنما أراد الكيفية، كيف تحيي الموتى. طيب من أين جاء هذا السؤال؟ لو ذهبنا نفتش في القرآن الكريم لوجدنا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام في آيات أخرى الله سبحانه وتعالى أطلعه على ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. يقول المفسرون أطلعه الله عز وجل على دقائق الأشياء في ملكه سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض، حتى أنه رأى العاصي وهو يعصي الله سبحانه وتعالى، ورأى ما رأى من الآيات العظام في السماوات. إذن إيمان سيدنا إبراهيم عليه السلام ليس إيمان تقليدي. جميل. يعني مثلا تسأل شخص تقول له أنت مؤمن لماذا؟ يقول والله أنا أخذت ذلك عن أبي أو عن أمي أو عن أحد من سمعت عنه. سيدنا إبراهيم يريد أن يرتقي بنا من قضية الإيمان التقليدي إلى الإيمان المبرهن اليقيني، وهنا الفائدة في هذه القصة، أنه بعض الناس لديه أسئلة كثيرة حول الله سبحانه وتعالى، حول بعض أمور الغيب، حول بعض آيات التشريع وأحكام التشريع. البعض قد لا يسأل، يترك ذلك في قلبه. البعض الآخر قد يثير هذا الجدل مما يشغب على الناس، يعني هل فعلا هكذا يريد الله؟ طيب لماذا جاء هذا الحكم هكذا؟ فتحدث عملية تشكيك. ولذلك هذه القصة من أجل أن يصل الإنسان إلى الإطمئنان في إيمانه بالله سبحانه وتعالى، إلى الإطمئنان في تشريعات الله سبحانه وتعالى. إذن قال ربي، إذن هو مؤمن بالله عز وجل، هو ينادي الله ويخاطب الله، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. إذن سأل عن الكيفية ولم يسأل عن هل تستطيع، قال أولم تؤمن، قال بلى. هنا سيدنا عبد الله بن عباس الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول هذه أرجى آية في القرآن الكريم. الله الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل اكتفى من عباده بكلمة بلى، حتى لو ما كانوا يعرفون الكيفية. أنت تؤمن بالله واليوم الآخر؟ بلى، قبل منك ذلك، فعدها أرجى آية في القرآن. ولذلك هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إبراهيم لم يشك أصلا، لأننا نحن لا نشك، فإبراهيم أصلا لا يشك، وإنما أراد أن يصل كما قلت لجنابك الكريم من مرحلة الإيمان العادي إلى الإيمان اليقيني. ونحن نعلم وجنابك تعلم هناك علم اليقين وهناك ماذا؟ هناك عين اليقين. فأراد أن يرى ذلك بأم عينه، فالله سبحانه وتعالى قال له طيب، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. طبعا بعض المفسرين أراد أن يذهب يعني أن بعيدا في التشويق، قال لماذا طلب منه الطيور؟ والطيور الأصل فيها النفرة وليس أنها تأتلف، يعني بعض الطيور لا تأتلف. فقال من أجل أنه هذه المتنافرة، مع أنها متنافرة سيجمعها الله سبحانه وتعالى. طيب مفسر آخر قال طيب لماذا أربعة من الطير؟ ماذا طير واحد يكفي للدلالة؟ قال من أجل أن يكون الأمر يقينيا ومشاهدا على هذه الجبال المتفرقة. في أحد التفاسير يقال أنه كل طير نوعية خاصة. نعم هذا أيضا موجود، هناك تفاصيل لهذا. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، طبعا يعني قربهن إليك، ويعني بعض الفسر يقول قم بعجنهن، يعني جعل هذا في هذا بطريقة بحيث يعني اختلطوا مع بعض. قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. هذه الآية العظيمة التي يريها الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم. هنا العجيب أن القرآن يقول بعد ما قال فخذ، استخدم الفاء التي تكون للتعقيب يعني على مباشرة، فخذ أربعة من الطير، ثم قال
ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. لماذا استخدم هنا كلمة ثم التي تفيد التراخي؟ حتى لو مكث حتى لو مكثت هذه الطيور مدة طويلة سيعيدها الله. نحن نعلم الشيء حين يعني المخلوق حين يموت يتغير وينتن، فتأتي ثم بمعنى حتى لو مر زمن طويل سيعيدها الله عز وجل. قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء. لماذا على كل جبل؟ لأنه أدعى بإراءة القدرة لسيدنا إبراهيم السلام، مكان عالي. نعم. قال ثم ادعهن، وأيضا ثم للتراخي، متى شئت ادعهن، اليوم أو غدا أو في أي وقت آخر، دلالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا يعني أيضا بعض المفسرين يقول لماذا لم يقل أنا أدعوهم لك؟ لا، من أجل أن تكون الآية أعظم، أن تقوم بذلك. جميل. ومع العلم الإنسان لا ليست لديه قدرة الإحياء، فالله سبحانه قال أنا أدعوهم لك، لا قال ثم أن تقوم بهذا الأمر. الله. ثم ادعوهن إليك، ثم تأتي الآية الأعظم من جميع ذلك حين يقول القرآن الكريم ثم ادعوهن يأتينك سعيا. نحن نعلم أن الطيور يعني تحلق في الجو. تمام. نعم تحلق في الجو. طيب كيف يقول يأتينك سعيا كأنهن يمشين؟ لماذا؟ كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أعدت إحياءهن من جديد، لأن الطيور أول ما تبدأ لا تستطيع التحليق في الجو، فيأتين على حالتهن الأولى، فكأنه عملية خلق وإحياء جديدة تماما، من أجل أن يرى ويعلم بأم عينه قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه القصة كما يقول الإمام أبو زهرة في تفسيره زهرة التفاسير، يقول هذه القصة هي تعزز ثقة العبد بربه عز وجل. فعلا هذه القصة هي كما قلنا منارة لكثير وكثير من الناس، ممن لديه كثير من الأسئلة لا يريد أن يثيرها، يتركه هذا هكذا في قلبه. ولذلك نقول كل من لديه سؤال اسأل، يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القرآن الكريم لا يناقض العلم إطلاقا، بل يتماشى مع جميع العلوم المعاصرة. ولذلك من كان لديه سؤال من هذه الأسئلة ينبغي عليه أن يسأل، من أجل أن يعلم الجواب، لا أن يبقى في صدره هكذا، يعني يحيك في صدره أنه لماذا قال الله عز وجل هذا الأمر، لماذا هذا الحكم جاء بكذا. إذن مرة أخرى نقول دكتورنا الكريم، هذه القصة القرآنية التي حدثت لسيدنا إبراهيم عليه السلام جاءت من أجل أن يترقى الإنسان بإيمانه. إذن الله سبحانه وتعالى يريد من المسلم أن يرتقي بإيمانه. يأتينا شهر رمضان، الإنسان يرتقي بإيمانه إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان يصلي صلوات الخمس في المسجد يرتقي بإيمانه بإيمانه بالله عز وجل. وهكذا حين يقرأ القرآن، حين يقرأ هذه القصص القرآنية، من شأنها أن ترقي الإنسان، أي ترقي إيمانه بالله سبحانه وتعالى. جميل يا دكتور، بارك الله بك وليطمئن قلبي. جميل، آية حلقة جميلة جدا. اسمحوا لنا مشايخنا نأخذ فاصل إن شاء الله، فاصل الأول، ثم نعاود نسمع أخونا شيخ عبد الله السراج ما تيسر من الذكر الحكيم، ثم نعاود تكملة هذه الحلقة الماتعة الجميلة من قبل الدكتور الشيخ هيثم الحيالي. أعزائي المشاهدين، دائما معكم في القصص القرآني، ولكن بعد الفاصل. Thank you.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين والبرنامج القرآني القصص القرآني مع هذه الحلقة المميزة مع المشايخ الكرام الشيخ الفاضل هيثم الحيالي وأخونا القارئ الشيخ عبد الله السراج. شيخ نسمحون نسمع أخونا الآيات ثم نعاود إلى تكملة هذه الحلقة. تفضل يا شيخ عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. بارك الله فيك شيخ عبد الله، التلاوة الطيبة طيب الله الأنفاس. نكمل دكتور هذه الحلقة الطيبة، تفضل يا شيخ. نعم دكتورنا الكريم، قلنا بأن هذه القصة القرآنية على وجازتها لكنها حقيقة كما قلت لجنابك هي منارة للحيارة. الله. لأن الإنسان بطبعه تراوده الوساوس. هذا الموضوع مهم جدا، يعني سبحان الله. نعم. في الصلاة، بالوضوء، في كل شيء، يعني كما في الأحاديث أن هناك يعني شيطان للوضوء، شيطان للصلاة، كذلك لهذه المسائل الغيبية. فمن الأشياء التي ينبغي أن تقرر في هذه القصة أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يشك طرفة عين، لأن الله سبحانه وتعالى سأل قال أولم تؤمن قال بلى، وهو إنما سأل عن الكيفية ولم يسأل كما قلنا عن الاستطاعة بل عن الكيفية، كيف تتم عملية الإحياء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعزز هذا الأمر، أن سيدنا إبراهيم لم يشك حينما قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني هو لم يشك إطلاقا. هذا هو المعنى المقصود من هذا الحديث النبوي الشريف. لكن كما قلت لجنابك الكريم، الشك طبعا هو قبل أن يعني ندخل فيه، الشك هو التردد، الإنسان يقع في حيرة في تردد، هل هذا الأمر فعلا يقع أو غير واقع؟ فهذا الشك
جعله الله سبحانه وتعالى في قلوب يعني كثير من الناس، في كما تفضلت في مسألة الوضوء، الإنسان يسأل هل انتقض وضوئي أو لم ينتقض، في قضية الصلاة هل صليت ثلاثا أو أربعا، وأيضا في الأمور الغيبية، وهذا قد ورد فيه مجموعة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ورد فيه مجموعة من الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يزال بالمؤمن يسأله من خلقك، من خلق كذا، حتى يقال من خلق الله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا الداء وسيعطينا الدواء لهذا الداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فليقل، يعني الإنسان الذي وصل به الأمر إلى هذه إلى هنا، قال فليقل آمنت بالله ورسوله الله. ولينتهي. هاي آية مهمة جدا. نعم، هاي علاج من علاجات الأمور الوسوسية. نعم، ها. فإذا يقول آمنت بالله ورسوله ولينتهي، يعني يتوقف عن هذه الوساوس أو عن هذا التفكير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فلا نستطيع أن نفهم كنه الله، وإنما إذا أراد الإنسان أن يستفصل في هذا عليه أن يقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو المطلوب من المسلم، فإذا راودته هذه الأفكار عليه أن يقطعها وأن يدفعها وأن يقول آمنت بالله ورسوله ولينتهي كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني نهانا عن أن نتابع سلسلة الأفكار التي تتعلق بكنه الله عز وجل، هل هناك بدائل؟ نعم، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. المطلوب من كل إنسان أن يتفكر في مخلوقات الله عز وجل. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. تماما، ربنا ما خلقت هذا. قل سيروا في الأرض فانظروا، أمرنا سبحانه وتعالى بالنظر، حتى أن الإمام الغزالي رحمه الله وهو يعني يعتبر مؤسس لنظرية الشك للوصول إلى الحقيقة والبرهان، يقول من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، يعني لم يبصر الحقيقة، ومن لم يبصر بقي في متاهات العمى. يجب على الإنسان أن يترقى، كما أخذنا من هذه القصة لسيدنا إبراهيم، من يترقى من الإيمان التقليدي الذي لقن به إلى الإيمان اليقيني المبرهن. فإذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسير في الأرض لنرى ونتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آيات الكون يعني كثيرة جدا في الكون، في كل جزء من أجزاء هذه الأرض التي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها. إذن دكتورنا الكريم، ينبغي أن نعلم أن هذه الشكوك هي بذاتها ما ليس فيها إشكال. طيب، كيف ليس فيها إشكال؟ الإشكال في أن نتابع هذه الوساوس. جاء نفر من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يقع في نفسه من الأمر ما أن نكون حمما، يعني أن نكون يعني نارا أو فحما، خير لنا من أن نتفكر في هذا الأمر. يعني هي التي تراود في قضية الأمور الغيبية، الله سبحانه وتعالى، اليوم الآخر ونحو ذلك. فإذا وقع هذا وين؟ وقع لدى الصحابة الكرام، وفي زمن من؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. وفي رواية أخرى الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني الشيطان ما يستطيع أن يخرج الإنسان من إيمانه، ففقط يوسوس له بهذه الأشياء. فلاحظ إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام دكتورنا الكريم، قال أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. الله، يعني الذي يقع في هذه الوساوس ثم يدفعها، ثم يدفع، هذه كلمة مهمة،
لأن هو هذا الذي يدل على أن إيمانك قوي بالله سبحانه وتعالى، دليل الإيمان وليس أن تتابعه. فإذا دفعتها فهذا هو دلالة على إيمانك العظيم بالله سبحانه وتعالى. آمنت بالله ورسوله وهذا وقع للصحابة. ولذلك يعني بعض الناس يعني يخشى حتى أن يتكلم في هذا الأمر، يقول أنا يعني يقع في نفسي هذا الأمر ولا أريد أن يكمل حديثه. فنقول له ما دمت تدفع هذا الأمر لا تخشى منه، وسيصرفه الله سبحانه وتعالى عنك، لأنها مجرد وسوسة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن تعلم أن هذه الوساوس التي تراد الإنسان، أو سميها إن شئت الشكوك، منها ما يتعلق بأمور غيبية، ومنها ما يتعلق ببعض الأحكام التي نجدها في القرآن الكريم أو في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما التي في القرآن الكريم من أحكام أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ينبغي على من وقع في شيء منها، يعني حصل عنده إشكال، أن يسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هناك ما يسمى بالحكمة التشريعية، يعني مثلا شخص يقول: لماذا حرم الله الربا؟ فيه فائدة للطرفين، أنا مستشكل لهذا الأمر. فيأتي العالم ويبين لك لماذا حرم الله الربا في تحت باب الحكمة التشريعية. فتقريبا جميع أحكام الشريعة معللة وفيها من الحكم، ليست حكمة واحدة بل حكم عظيمة ممكن أن يقف عليها الإنسان إذا ما سأل أهل العلم المختصين بهذا الجانب. وهكذا يقال في أحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أيضا كل حديث ذكره رسول الله فيه ما يمكن أن نبين وأن نستبين منه الحكمة التشريعية. يعني لو أردت أن أضرب لك مثالا سريعا، النبي عليه الصلاة والسلام كان معه الصحابي أبو ذر رضي الله عنه، فعند غروب الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: أتدري أين تغرب الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تسجد بين يدي العرش. طيب هذا الحديث من الأمور المشكلة في ظاهره، كيف تسجد بين يدي العرش ونحن نعلم وفق علومنا المعاصرة اليوم أن الشمس إذا ما غابت في مدينة ستشرق في مكان آخر، فما هو هذا المعنى؟ طبعا هذا الإشكال لمن يعني يريد أن يفهم المعنى الذي نفهمه من كلمة السجود، لكن اللفظ واحد والمعاني مختلفة. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قال: كل، يتحدث عن الكون، كل قد علم صلاته وتسبيحه. هل كل صلاة الكائنات مثل الصلاة التي نصليها نحن؟ هل كل التسبيح مثل الذي نسبح نحن؟ يا جبال أوبي معه والطير، يعني أيضا التسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. إذن لا يشترط من تشابه اللفظ تشابه المعنى. جميل. السجود بمعنى الطاعة ممكن أن, 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 أن نقول عنه. إذن ولذلك هنا دور المؤمن في أول سورة من سور القرآن الطويلة اللي سورة البقرة، حين أراد أن يصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين وصفهم بوصف الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب، الإيمان الإجمالي، قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقين؟ قال: الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفة من صفات المتقين المؤمنين يؤمن بالغيب ويكل المعاني إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب من المسلم في الأمور الغيبية. أما الأمور التشريعية لا، هذه كما قلنا هناك العلماء قد ذكروا لها العلل والحكم، وهي واضحة لا تخفى على أهل العلم وعلى أهل الاختصاص. ما على الإنسان الذي وقع في شيء من هذا إلا أن يسأل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الأمور العقائدية الغيبية التي لا مجال للعقل في فهمها، هنا ينبغي على العقل أن يتوقف وأن يأتي الإيمان بالغيب. وهذا هو الذي يميز الإنسان المؤمن عن غيره، أنه يؤمن بالغيب. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى تحدث عن المشركين، ما استطاعوا أن يتخيلوا بعقولهم أن هذا الإنسان الذي سيعود إلى تراب وإلى عظام
وهكذا يعني يتحلل، أن يعاد خلقه من جديد. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن وما يهلكنا إلا الدهر. فإذا يعني متنا بمعنى لا رجعة. فهذا الذي لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، الذي لم يؤمن برسوله عليه الصلاة والسلام، أما الإنسان المؤمن فإنه على الفور يقول آمنت بالله وبكل ما جاء عن الله، وآمنت برسول الله وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل المعاني على مراد الله ومراد رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ما شاء الله، بارك الله بك يا شيخ، ما شاء الله الوقت ما نحس بالوقت على هذا التفسير الطيب، توجيه الطيب. الله يبارك فيك. الشك مشكلة، مشكلة العصر والله يا شيخ. نعم. إن شاء الله السادة المشاهدين والمهتمين لهذه الحلقة استفادوا من هذه الحلقة، اللهم يضعوها دروس وعبر لتخلص من مسألة الوسوسة والشك. نأخذ فاصل أخير شيخنا ثم نعاود إلى نسمع أخونا شيخ عبد الله. أعزائي المشاهدين، دائما معكم في القصص القرآني وهذه الحلقة وليطمئن قلبي، ولكن بعد الفاصل. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين، والقصص القرآني ما شاء الله قبل الفاصل الدواء الشافي للشك والوسوسة للمسلم الحقيقي، دواء أنه أن يقول آمنت بالله ورسوله ويدع الغيبيات للخالق عز وجل. الفاصل الأخير دكتور، إن شاء الله نسمع أخونا شيخ عبد الله ثم نعاود تكملة هذه الحلقة. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا
يحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله بك. هذا الحجاز الطيب يا شيخ عبد الله، تلاوة طيبة. سيدنا إبراهيم سبحان الله ويا قومه عانى كثير مع قومه. يثبت أنه إله هذا كله قمر شمس كله دليل أنه أكو خالق لهذه الكواكب وهو رب العزة. تفضل يا شيخ. طبعا يعني وسيد إبراهيم كما قلت لك هو يعني أنا أسميه يعني رائد الحوار الإقناعي، ولذلك هذه الآيات الكريمات جاءت في عملية الإقناع وغيرها. يعني دكتورنا الكريم نتحدث عن قضية يعني هذه القصة في الحقيقة يعني عالجت أمرا في غاية الأهمية في المجتمع، لأن الشك والوسوسة تراود جميع الناس، بدليل أنها كما ذكرنا بعض الصحابة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ويتعاظم إليهم هذا الأمر. ولذلك إحنا يعني في مجتمعنا أحيانا الأطفال يسألون الآباء أو الأمهات أسئلة يعني محيرة أو محرجة تتعلق بالله سبحانه وتعالى، وفق يعني فهمهم عن الله سبحانه وتعالى، فالأب يعني ربما يزجر الولد. هذا خطأ. الإسلام لا يخشى أي سؤال، اسأل ما شئت، لكن طبعا الجواب مع فئة الأطفال أو الشباب ينبغي أن يكون واضحا وبسيطا وليس يعني جوابا فلسفيا. فيعني أكيد يعني الكل يعني ربما سأله ولده عن بعض هذه الأسئلة. أين الله مثلا؟ نعم، يعني يسألون أسئلة تتعلق في أمور الغيبية، عن أحجام، عن كذا، ليش نصلي؟ نعم، بحيث أن الأب يعني أحيانا قد لا يستطيع الإجابة فينهر هذا الولد حقيقة. قصدي إذا الأب يعني مع احترامي للآباء جميعا، إذا ما عنده خلفية دينية أو فقهية أو شيء يعاني من هذا الموضوع تماما، فيعني يلجأ إلى أسلوب الزجر. لكن ينبغي إنه هذا الذي سأل هذا السؤال إذن ينبغي أن يعلم، لأنه يعني سأله لأن لديه فطنة يريد أن يعرف، وفعلا الأطفال لديهم فضول كبير في هذه القضايا. أيضا هذا الأمر يدخل يعني هناك الأطفال حيث الفطرة يعني يسأل على فطرتي، ولكن بعض الشباب ربما يدخل في بعض مواقع الإنترنت فيجد بعض الأسئلة المحيرة، ولذلك ينبغي يعني أن يتفرغ يعني أهل العلم للإجابة على هذه الأسئلة. وأنا أقول لك بحمد الله عز وجل لا يوجد إشكال أو أمر معين من هذه المسائل إلا وقد جاءت عليه عشرات الإجابات.
أكيد. عندي تتبع بسيط في هذه المسألة حقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى هناك جواب لجميع هذه الأسئلة. فأحاول يعني في هذه الدقائق أن أبين كيفية التعامل مع هذه الأسئلة التي تقع في عقل أو في ذهن الإنسان. الأمر الأول حين يقع الإنسان في واحدة من هذه، نحن قلنا إما أن تسأل في أمور غيبية أو في أمور تتعلق بالأحكام التشريعية. إذا كانت تتعلق بالأحكام التشريعية مثلا لماذا حرم الله كذا، لماذا أحل كذا، هذه كلها في الغالب الأعم موجود أسئلتها وأجوبتها وجواب شاف وكاف بإذن الله سبحانه وتعالى. أما التي تتعلق بالأمور الغيبية فينبغي على كل إنسان أن يفهم أن الأمور الغيبية ليست من جملة عالمنا، وبالتالي لها قانونها الخاص. يعني لو أردنا أن نأخذ مثال بسيط، مثلا النحل، النحل أمة من الأمم لها قوانين خاصة، فلا يجوز أن نطبق قوانيننا نحن البشر على قانون النمل ثم نقول أو النحل أو كذا ونقول لماذا كذا وكذا. لكل عالم قانون الخاص. طيب إذا خرجنا خارج كرتنا الأرضية سيكون هناك قوانين أخرى تحكمها الجاذبية والنسبية، حتى أنه يعني في العلم الحديث يقول الزمن يتباطأ، ويدرسون العلماء مسألة أنه الإنسان لو سافر هل سيعود بنفس العمر أو أقل. فإذا هذا الذي نراه في واقعنا، الأمر الأول نقول الأمر الذي نراه في واقعنا هذه القوانين تخص عالمنا نحن البشر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير مع الصحابة ذات يوم فنفرت الدابة، فسأل النبي عليه السلام ماذا يوجدنا؟ قالوا هذه قبور يهود، قبور لأناس ماتوا قبل الإسلام. فالنبي عليه السلام قال إن الميت ليعذب في قبره، يعني هؤلاء الذين ماتوا على غير الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يجدونه من العذاب يسمعه من في السماوات والأرض إلا الثقلين، يعني إلا الإنس والجن، ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله. إذن هذا الذي نراه في قبره إما في روضة من رياض الجنة، أو نسأل الله العافية لنا ولكم جميعا أستاذ المشاهدين، حفرة من حفر النار. لكن هل نرى ذلك؟ حتى لو استخرجنا الميت لن نرى ذلك تماما. مثل النائم، النائم يصحو وهو فزع، تقول له ما بك؟ نائم كالميت. نعم، يقول نقول له ما بك؟ يقول رأيت رؤيا مفزعة ورأيت كذا كابوس. ونحن إلى جانبه ولم نرى ما يراه هو. إذن عالم المنام عالم خاص، أنت تستطيع في النوم أن تسافر إلى بلدان متعددة في ثواني ثم تعود وأنت في مكانك. عالم الكون، إذن عالم النبات عالم الحيوان له قوانين الخاصة، فما بالك بالغيب الذي هو اليوم الآخر؟ الله سبحانه وتعالى ويتعلق بذلك له قانون الخاص لا يمكن للإنسان أن يفهمه، ولذلك فقط عليك أن تؤمن به. قال أولم تؤمن سيدنا إبراهيم؟ قال بلى. هذه أرجى آية، لماذا؟ اكتفى الله سبحانه وتعالى وقبل من عباده بلى أنا مؤمن بالله واليوم الآخر، ولم يطلب منك الاستفسار عن الكيفية ونحو ذلك. إذن الأمر الأول كما ذكرت لجنابك الكريم هو أنه عالمنا قوانيننا محكومة بأشياء معينة، وعالمنا محكوم بقوانين معينة. طيب هل إحنا نفكر ماذا؟ بعقولنا. الإمام الغزالي يقول العقل أيضا يخطئ. لماذا؟ لأننا بعقولنا نرى أن الشمس أصغر من الأرض وهي أضعاف، مع العلم أن الواقع. إذن حواسنا كما يقول الغزالي تخطئ، فإذن العقل أيضا قد يخطئ. إذن مرة أخرى ينبغي التسليم إلى الوحي، إلى القرآن، إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأننا لا نأمن حواسنا أنها تخطئ أو غير تخطئ، لا نأمن من عقولنا أنها تخطئ أو لا تخطئ، ولكن الوحي الغيب هو الذي يبين لك هذه المسائل الغيبية. لكن نحن نتحدث طبعا عن الأمور الغيبية، أما فيما يتعلق بالعلوم الدنيوية
فطبعا العقل ميزان لها من دون شك. فهكذا إذن ينبغي علينا أن نعرف حدود عقلنا، حدود أنفسنا، لا أن يتعاظم الإنسان على الله سبحانه وتعالى، بل أن يعرف قدر نفسه، كما قيل رحم الله امرؤا عرف قدر نفسه. جميل، بارك الله بك يا شيخ على هذه الحلقة الطيبة. نسأل رب العالمين أن يبعد عن قلبنا وقلوب المشاهدين الوسوسة والشك، اللهم آمين، وأن يجعلنا يقينين بالله عز وجل. نشكركم يا شيخ باسمي وباسم قناة الموصلية ومشاهدي قناة الموصلية، نشكر الشيخ الدكتور هيثم حازم الحيالي على هذه الحلقة الماتعة للسادة المهتمين والمشاهدين. والشكر موصول إذا أخونا الشيخ عبد الله مظفر السراج على هذه التلاوات الطيبة. نلتقي في مناسبات قادمة إن شاء الله. وأنتم أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة، نلتقيكم في مناسبات قادمة إن شاء الله وحلقات قادمة من القصص القرآني. والشكر موصول إلى إدارة هذا الجامع، متولي هذا الجامع، جامع العوالي وإمام وخطيب هذا الجامع الشيخ علي. نلتقيكم في حلقات قادمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.